اهلا بحضراتكم من جديد. الحديث القادم الحقيقه حديث قريب جدا لقلبي انا شخصيا. التطوع للعمل التنموي الاهلي شيء مهم جدا. كل اللي بيشتغل في عمل خيري تنموي بيتغير فيه حاجات كتير، وبيخلق فيه وبيغير فيه صفات شخصيه، حتى بيخليه يكتسب صفات شخصيه ما كانتش موجوده فيه. ناس كتير جدا بتتحدث عن الاثار النفسيه للعمل التطوعي، وازاي بيحدث تغيير في كل صفاتهم وحياتهم، وكمان بيخلق ثقه بالنفس كبيره جدا ومهارات كبيره في التعامل مع الناس وفي التعامل مع التحديات اللي بيشوفوها لما بينزلوا هذا العمل الاهلي التنموي. اتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن التطوع واثره النفسي والمجتمعي على الفرد وعلى المجتمع، وازاي ممكن يحدث الفارق في المجتمع، مع المهندس احمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ ويعني سر العمل الاهلي التنموي والتطوع في هذا العمل سر تاثيره على اصحابه كبير جدا، ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل في ده قد ايه الناس ممكن يكون عندها محملين بالكثير من الاعباء والمشاكل، لكن مردود العمل التطوعي عليهم كبير، عليهم هم شخصيا، سواء على مستوى الثقه بالذات والتنميه المهارات والتعامل مع الناس، او حتى اثره النفسي الكبير عليهم. مظبوط. طيب، يمكن انا النهارده موجود مع حضرتك يمكن ممثل 20,000 متطوع في صناع الحياه بشكل خاص، و 250,000 متطوع، او اكثر 250,000 متطوع في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ويمكن اخر مبادره شفناها اللي هي كتف في كتف، وقد ايه ان المتطوعين كانوا مالين الاستاد، وقد ايه لما بيكون المتطوع او الشخص اللي موجود كان في حضور السيد الرئيس، لما كان الاستاد مليان عن اخره بالمتطوعين، فده بيخلي ان هم يعني عندهم شيء مختلف، وعندهم ان هم جايين مصدقين في الحاجه اللي هم بيعملوها بشكل كبير جدا. طيب، لو خدت العنوان بتاع حضرتك او الجمله احنا الناس ليه بتتطوع، يمكن انا بتكلم عن دوت وانا خلفيتي اصلا ان انا متطوع، يمكن وانا من تانية جامعه لغايه ما مشيت في الكارير بتاعي لغايه ما وصلت ان انا مدير تنفيذي للمؤسسه بتاعتنا يعني. طيب، احنا بنقول في نظريه بسيطه جدا، لو المتطوع دوت ادينا له تدريب كافي وبقى عنده المعرفه، بيقدر ان هو وادينا له الفرصه التطوعيه، بيقدر ان هو يعمل ويكون في مشكله بيواجهها او تحدي معين، بيقدر ان هو يحل المشاكل بتاعه المجتمع بتاعه بشكل كبير جدا جدا. طيب، علشان هو يقدر يعمل كل الكلام ده كله، لازم يكون هو مصدق في اللي هو بيعمله، وبيشوف نتيجه اللي هو بيعمله ده بنفسه، واثره عليه بيبقى اثر كبير جدا، يمكن يعني في أشياء كتيرة جدا، بيقدر إن هو يحل المشاكل بتاعة المجتمع، وبيقدر إن هو يتعامل معها بشكل جدي، وإن هو يحقق نتائج كبيرة. يمكن وهو العمل التطوعي أعتقد سره في كده، إنه بيحسسك بالإنجاز طول الوقت، أنت بالزبط. حاسس إن أنت بتخدم حد، بتحترم ذاتك، لأنه أنت بتحدث فارق في حياة بني آدم، أو بتحل مشكلة في حياة بني آدم. تمام. الجزء بقى الهام جدا النهارده، المتطوعين يمكن قبل التحالف الوطني احنا لو بتكلم على صناع الحياه كانوا 10,000 متطوع. فكره ان هو وجود فرص تطوعيه كتيره جدا ما بيننا وما بين المؤسسات الشريكه، اللي هم وصلوا دلوقتي ل 34 جمعيه ومؤسسه شريكه، ده بيخلينا ان احنا عندنا فرص تطوعيه كتير وتحديات كتير، وضعفت اعداد المتطوعين في خلال السنه اللي هي موجود فيها التحالف. يمكن التحالف هو عباره عن ان كل حد عنده ميزه نسبيه موجوده بيقدر ان هو يكمل بيها الميزه اللي عند غيره. يمكن لو بتكلم على صناع الحياه فهي عندها مواضيع كتيره جدا زي اغلب مؤسسات التحالف، يعني عندنا مراكز للكلى شغاله في كذا محافظه، في 5 محافظات، وبنخطط ان هو يزيد عددهم. عندنا مشروعات للتمكين الاقتصادي، عندنا بورتفوليو كبير جدا شغالين عليه، وبيساعدنا فيه كل الـ سواء الناس او المتبرعين او الحاجات الكتيره اللي بنعملها علشان الشغل بتاعنا يظهر للنور. طيب، ايه اللي احنا لما حصل الموضوع التحالف ازاي ان هو كمل الميزات ديت، ان احنا بقينا على الارض بنكمل بعض باشكال مختلفه. عندنا قوافل ستر وعافيه ما نزلناها مع بعض، عندنا خيرك سابق، عندنا كتف في كتف، كل هذه المبادرات بيشتغل عليها المتطوعين، سواء متطوعين صناع الحياه او المتطوعين الخاصين بالتحالف على بعض. فده عمل نوع من طفره كبيره جدا جدا في الشغل، وخلى طبعا احنا كنا بنشوف اماكن مثلا معينه بيوصل لها الكثير من المساعدات، وأماكن تانية محرومة تماما من كل أنواع المساعدات. مظبوط.
ده حصل ازاي؟ احنا النهارده لما احنا يمكن في لقينا ان في حوالي دوبليكيشن في الناس اللي بتاخد يعني ناس بتاخد اكتر من خدمه، حوالي وصلت لدرجه 40% مشتركه لما شاركنا مع بعض الداتا بتاعه المستفيدين وبدانا ان احنا نشوف ايه الاماكن اللي بننزل ليها، لقينا ان في تقريبا في 40% من الاماكن مشتركين احنا فيها مع بعض. فبدا ان احنا نوزع الجهود بتاعتنا، وبدا ان احنا طول الوقت بقى في اماكن بنقدر ان احنا نديلها الخدمة. يعني في ناس كانت محرومة تماما من الخدمة، فبدأنا ان احنا نشتغل عليها ونديلها الخدمة اللي هم محتاجينها، وناس كانت بتكرر لهم الخدمة، فبنشوف الحد المناسب اللي هو مفروض يكون بيتقدم له الخدمة. فده ما نتجش غير نتيجة تبادل الداتا ما بيننا، وان احنا تبادل الخبرات ما بيننا، ان احنا نأدي كل واحد الخدمة اللي هو مستحقها. اي حد يقدر يتطوع، اي حد يقدر يشتغل في مؤسسة اهلية تنموية او في صفات معينة، في اطار يعني عمري معين، كبار السن لو عايزين يتطوعوا دورهم بيبقى عامل ازاي؟ طيب حلو جدا. اول حاجة التطوع مالوش سن، يعني ده رقم واحد، ان كل الناس تقدر تتطوع، والتطوع ده مش حكر على مؤسسة معينة. يمكن انا يعني اكيد متعصب قوي لصناع الحياة وكده، ولكن اكيد ان التطوع مش حكر على مؤسسة بعينها، وكل واحد يلاقي فرصة يتطوع فيها فهو يعني يبقى شيء كويس جدا جدا. واحنا دايما بنقول ان التطوع مش لازم ان انت تكون بتعمل حاجة في مؤسسة تنموية أو مؤسسة خيرية، أنت تقدر تكون في العمارة بتاعتك، في المكان بتاعك، في الحي بتاعك، بتقدر تعمل خدمة أو بتساعد بها الناس، فأنت كده بتقدر تتطوع. ودلوقتي التطوع يعني مع السوشيال ميديا ومع الحاجات الكتيرة جدا الإنترنت وكده، تقدر أن أنت تتطوع وتعمل حاجات كتيرة جدا. لو أنا بتكلم بقى على المؤسسة، فطبعا احنا كمؤسسه مهتمه جدا بالتطوع، احنا رقمنا 16563، تقدر الناس تتطوع وتقدر ان هي تشارك. الخط دوت خط للمستفيدين، خط للمتبرعين، خط للي عايزين يتطوعوا، ده خط مفتوح لكل الناس. انا لو بتكلم على المؤسسه الخاصه بصناع الحياه، ده غير مؤسسات التحالف كلها، في مؤسسات كتيره جدا معنيه بموضوع التطوع ويقدروا ان هم يتطوعوا. يعني احنا دايما بننزل حملات، يعني في الصيف مثلا احنا شغالين على حمله مفروض ان هي ان احنا بنحاول نشرك دلوقتي طلاب المدارس كلهم مش في المدرسه دلوقتي، فاحنا عاملين حمله اسمها قدوه، دي لطلاب المدارس في الاجازه بقى زي كامبات، بنعلمهم نوع من بنشجعهم على التطوع. وان هم حضرتك لو تفتكري كان زمان في حصص، معرفش هي موجوده ولا لا، يعني اللي هي مجال الصناعي والمجال الزراعي، والناس بتحاول تجمل المدارس والكلام ده كله، احنا شويه بنعمل نوع من الكامبات والحاجات اللي احنا بنخليهم تاني يفتكروا الحاجات دي ويشاركوا في حيهم وفي الاماكن اللي هم فيها بالتطوع. برضو وده اعتقد يعمل حاله من الانتماء للمكان اللي هم فيه، وحتى يدخلهم في افكار جديده، رؤى جديده في دماغهم، ممكن نعمل ايه، وهيحمسهم. يعني لما مجموعه من الاطفال تلاقي بعضها بتشتغل عشان يلونوا حيطة معينة في الحي بتاعهم، في الحارة بتاعتهم، ده يحدث فارق حتى في أذهانهم، في يعني طريقة تربيتهم. بالظبط، هو ده بالظبط اللي احنا شغالين عليه، ان هو ازاي زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، ان او في بداية الكلام، ان لو احنا وفرنا له تدريب معين. يعني مثلا احنا كان عندنا مبادرة عظيمة جدا في حلوان، كنا شغالين في مشروع اسمه عيشة وهوية، فكرته كده حتى عيشة وهوية، ان هو ان كان عندنا مسابقه تجميل 100 شارع. المسابقه ديت ان احنا المتطوعين اللي موجودين، ان هو احنا بنوفر لهم الادوات، يعني ما بنخليهمش يدفعوا فلوس، يعني بنوفر لهم الادوات بتاعه التجميل يعني الحاجات اللي بيبيضوا بيها الحوائط او كده. النقطه الثانيه عشان ما يبقاش المنظر مش كويس، جايبين لهم مدرب بحيث ان الناس اللي بتعرف ترسم هو يخليهم يعرفوا، بحيث ان الشكل في الاخر يطلع صوره جميله، يطلع كويس. وعملنا المسابقه دي، الحاجه يعني انا عايز اقول لحضرتك الموضوع يعني بقى اكبر من المسابقه، ان ده بقى اكتشاف مواهب بقى، انتوا بتدوروا يعني دلوقتي على الفنانين ده. انا هقول لحضرتك على حاجه بدات، ان كانت اولا في منافسه بقت قويه جدا ما بين الناس. الاول تقبل الناس بتاعت البيوت الاول ما كانش احسن حاجه، يعني الناس ما كانتش حابه انتوا شويه عيال هيعملوا ايه، هيبوظوا لي المنظر ومش عارف ايه. اول ما بداوا يشوفوا الرسومات، لا ده هو حتى جوه البيوت الام لو شافت الطفل بيرسم على الحيطه فبتبقى مشكله. يعني بالظبط، فاول ما شافوا الرسومات ديت وبدات ان الرسومات ديت تبقى شكلها كويس وشكلها يعني بقى كل حد بقى بيرسم حاجه، اللي بيرسم هنا محمد صلاح، اللي بيرسم هنا شكل نوبي، اللي بيرسم هنا صوره فيها نجوم، يعني بدات العمليه تبقى يعني فيها ابداع. وبدا الناس اللي هي المسؤولين عن ان هم المواهب ديت يبداوا هم يبصوا هل الرسمه دي كويسه ويبداوا يعملوا لها تقييم.
فاذا كان الشخص يكمل، اذا كان وبداوا في كل حي او في كل في يكمل وانتم بتساعدوا انه يكمل، بنخليه يكمل وعملنا بتوفروا له مثلا سبيل للتدريب، بتعملوا له ايه؟ يعني بيتعمل ليه كورسات تدريب علشان يقدر ان هو يقدر يعمل الـ 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 المكان ده. بعد ما بيعمل احنا خدنا يعني اول احسن شوارع وكرمنا فيها المركز الاول والثاني والثالث في يعني في احتفال يعني كويس جدا. طب ما تحكي لنا كده مين خد مركز اول مين خد مركز ما هو ما هقول يعني هو لا هو كان 100 شارع، كل مجموعه خدت 10 شوارع. ال 10 شوارع دول كانوا بيبداوا ان هم يعملوا فيهم الرسومات بشكل كبير جدا، وبدا ان اللجنه بتاعه التقييم دي كانت لجنه، هو طبعا المشروع ده يعني كان بتمويل من اتحاد بنوك مصر. فكانت اللجنه بقى حد من البنوك وحد من صناع الحياه وحد من الناس الفنانين، وكان بيتعمل سكورنج. ومش كده وبس بقى، يعني اضافه بقى علشان يبقى الموضوع احسن من مجرد ان هو بيتعمل سكورنج وبيتعمل حاجه زي كده، لا احنا خلينا كل فريق يجي يعمل برزنتيشن عن الشوارع اللي هو عملها، ويعمل فيدباك او يسال الاهالي اللي في المنطقة أو في الشارع بتاعه الشكل كان عامل إزاي وبقى عامل إزاي، وانتوا إيه رأيكم الموضوع ده كويس ولا مش كويس. والشباب بقى جم، وهم المكان مكان يعني يعتبر شعبي شوية، ولكن كلهم جايين بقى لابسين بيعملوا برزنتيشن، يعني جايين بقى شكلهم كويس جدا، لابسين بقى كأنهم رايحين بيعملوا برزنتيشن في الجامعة كده. وبدأ كل واحد بيعرض الـ 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 الشغل بتاعه، ويعني الموضوع كان فيه تنافس عالي جدا جدا. ويعني انا مش فاكر الاسماء يعني الفرق اللي هي كسبت، بس انا عايز اقول لحضرتك الموضوع كان الموضوع قوي جدا. انا شايفاه ابعد من كده، ابعد من المنافسه وابعد من اكتشاف المواهب. دي بيئه فيها الكثير من الوعي واستثمار لطاقات، لما تستثمر في الطريق الصحيح من البدايه تحدث الفرق في المجتمع. بالظبط. احنا يعني هقول لحضرتك على حاجه، فكره اكتشاف المواهب وفكره التطوع والافكار والمواهب، يعني احنا بنشوف دلوقتي كابيتانو مصر، وبنشوف احنا حتى حاجات كتيره جدا، وبنشوف قد ايه ان بيطلع مواهب عظيمه من الريف او من القرى او من النجوع. الحاجه الثانيه احنا يعني جوه صناع الحياه نفسها برضو، علشان التطوع ده مش مفترض ان احنا الناس بتشتغل في العمل الميداني وبس، احنا مفترض ان احنا نعمل لهم بعض الانشطه اللي تخليهم متحمسين ومتحفزين. فمثلا عندنا في دوري بنعمله لكل دوري للمحافظات، ويؤهلهم بعد كده ان احنا بنعمل دوري ما بين المتطوعين في المحافظات، في الاخر بيطلع فريق بنسميه المنتخب بتاع صناع الحياه. يمكن المنتخب ده دخل في بطوله للمجتمع المدني السنه اللي فاتت، وقدر ان هو في السنه اللي فاتت مع مراكز الشباب ومع ناس يعني يمكن المفروض دي مهنتهم او دي الحاجه بتاعتهم، قدر ان هو يحصل على المركز الثاني. ففكره التطوع، فكره اكتشاف المواهب، فكره ان انت تطلع الطاقه الداخليه اللي عند الناس، دي فكره بتخلي العمل ده بيكمل، وبتخليه ان احنا بيسري العمل وبتخليه بنحافظ عليه. وبيبقى المتطوع مش مجرد ان هو بيعمل عمل تنموي، لا ده انت بتحافظ على المتطوع ده متحفز، تحفز الايجابي يعني، وبيقدر ان هو يعمل شغل عظيم معانا يعني. وبتبقى يعني عدوى ايجابيه لما تنتقل من القريه دي للقريه دي للنجع ده للنجع ده، الناس بتحكي لبعض. بالظبط. صناع الحياه جم عملوا كذا وكذا وكذا، خدوا الاطفال اللي كانوا قاعدين في الاجازه مش لاقيين حاجه يعملوها، راحوا اتعلموا رسموا، فبتلاقوا استقبال مختلف. اعتقد هقول لحضرتك على حاجه، يعني لو احنا قدامنا اي اب او ام بيتفرجوا علينا، فكره التطوع بتطلع الناس من على الشاشه، في شاشات دلوقتي طول الوقت، مش بتكلم على شاشه التلفزيون خلي الناس تتفرج علينا، انا بتكلم على شاشات السوشيال ميديا، شاشات التيك توك. حضرتك لو في اي مول في اي حته هتلاقي الاطفال اكثر يعني استخداما لهذه المنصات. بالظبط. في كل المستويات احنا محتاجين نطلع الولاد شويه من الشاشه ديت للحاجات بدنيه. انا عارف ان في ناس بتودي تمارين، وفي ناس بتودي بنحاول ان احنا نكتشف مواهب، في ناس بتلعب كوره في كل حته، ويمكن ده اللي بنحاول نعمله في كل الكوره وفي النجوع، ان يبقى فيه يعني في نفس المكان اللي بكلم حضرتك عليه، احنا طورنا اللي هو تبع المشروع اللي كنت بكلم حضرتك اللي هو عيشه هوية، طورنا ملاعب علشان الشباب اللي في المكان دوت ان هم يقدروا يلعبوا فيها. انا بشوف ببساطه شديده جدا ان التطوع ده بيكتر الصح عند البني ادم. واحنا كان عندنا حملات كتيره جدا في صناع الحياه لمكافحه الادمان والمخدرات. حلوه بيكتر الصح دي قوي يا باشمهندس. ما هي بقى هي بالظبط. واحنا محتاجين نغرس ده في الولاد من وهم صغيرين. حضرتك انا لما بيكتر الصح عندي ما بلاقيش وقت ان انا اعمل الغلط بمنتهى البساطه، ما بلاقيش ان انا بيتغير طاقتي اصحابي. طاقتي ومجهودي كلها مكثفه في اتجاه صحيح. الصحاب بيتغيروا، يعني ان انت ممكن تكون مصاحب مجموعه من الناس
يعني متوائمه معاك في النشاط اللي انت بتعمله. لما بتدخل العمل التطوعي، انا بكلمك حتى عن تجربتي الشخصيه، العمل التطوعي خلاني اصاحب شبكه من الصداقات القويه الممتده، وانا شفت ده بنفسي داخل هذه المؤسسات، علاقات اجتماعيه ناجحه وقويه حضرتك لو وكانه تدريب من بدري كمان حتى على انه يبقى عندك هذه الشبكه من العلاقات. بالظبط يعني. مفيش اي محافظه حضرتك هتروحيها الا ما هتلاقي في حد تعرفيه، في حد حتى بطريقة ان انت انا مثلا تايه في المكان الفلاني، حد يقدر يساعدني في الموضوع دوت، بدل الحد بتلاقي 10 و20، اكنك بقى في بيت في كل محافظة وبيت. يعني احنا دايما بنقول ان صناع الحياة بيت لكل متطوع، لكن بنقول برضو ان في كل محافظة احنا لينا بيت ولينا عزوة ولينا أسرة، فهو ده اللي بيخلينا نكمل ونشتغل بشكل كويس. صحيح، البيئة التطوعية الحقيقة فيها مجموعة إيجابية من الرؤى والأفكار، فيها تقوية للعلاقات، شبكة علاقات قوية وصداقات اجتماعية مثمرة، بتكسبك مهارات مختلفة، شعور كبير بالرضا عن الذات لما بتشتغل في العمل التطوعي بكل تأكيد، إحساس بأنه يعني أنا بعمل خير للناس وده إنجاز كبير في حق ذاته في حد ذاته، فطول الوقت أنت حاسس بالإنجاز وأنت بتشتغل في العمل التطوعي. أنا سعيدة أن حضرتك كنت معنا باشمهندس أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا.